وأحيانا إحنا بنتمشى بشوارع الدوحة لما ما يكون في مباريات، نلتقي بشخصيات رياضية بس طريفة وبعملوا أعمال نادرة. صلاح الدين أتى من المغرب إلى تركيا إلى الدوحة على ظهر دراجة وهو يسوق دراجته ليصل ليتابع المونديال هنا في قطر. صلاح الدين، بدي أسألك شو الأشياء اللي واجهتك كصعوبات في الطريق من بلدك المغرب إلى هنا إلى الدوحة؟ صراحة كانوا كثير من الصعوبات، كان طريق جميل ومميز صراحة، لكن كانت فيها كثير من الصعوبات، صعوبات طبيعية وصعوبات يعني جسدية، والحمد لله يعني كنت مستعد لها واستطعت أن أتجاوزها. مثل بعض الصعوبات هو إصابتي بمرض جفاف اليدين اللي صعب صراحة أن يعني أشفى منه، لكن الحمد لله يعني كما كنقول يعني هذا الشيء كنت متعود ليه وعارفه وقديت نتجاوزه الحمد لله. كم استغرقت معك الرحلة من الدار البيضاء إلى تركيا ومن ثم من تركيا إلى الدوحة؟ كما قلت أنا رحلتي ابتدأتها من تركيا، انطلقت من دار البيضاء إلى تركيا بالطائرة لأنني كنت ما أقدرش أحصل على الفيزا شينغن لأمر عبر أوروبا، وما كنت يعني قد يعني وجدت الراعي في الأول، لكن الحمد لله بعد شهر 8 استطعت أن أذهب إلى تركيا وأنطلق من هناك إلى هنا. استغرقت لمدة 3 أشهر ونصف. 3 أشهر ونصف الشهر؟ نعم. هذا أيام كثيرة. بس شو الصعوبات عادة لما تقطع هيك حدود، خصوصا بين الحدود وتوقع التركية السورية؟ نعم. It's not easy، ليست سهلة. لا ليست سهلة جدا يعني. كان عندك عقوبات؟ نعم، وصلت إلى هناك واضطريت أن أنتظر في الحدود لمدة 5 أيام لكي أمر، لكن للأسف يعني كانت الحدود غلقت قبل وصولي بيومين، فما كان عندي حل أن أدخل من كل الحدود اللي في الشمال ولا أحد يعني استطاع الدخول منه، فاضطررت أن أرجع إلى عاصمة أنقرة وأخذ طائرة يعني مثلي من جميع الرحالة اللي مروا منها كلهم أخذوا طائرة أو باخرة ليمروا. لحظة بس، هذه رحلة طويلة من الحدود التركية السورية إلى أنقرة، مسافة طويلة. 750 كيلومتر. 750. نعم يعني مسافة كلها يعني أنا تقطع دولة أخرى، لأن تركيا تبارك الله دولة كبيرة، وجلست فيها تقريبا أكثر من شهر وأنا فقط أقطع المسافات في تركيا. بعدين قطعت الحدود، شو صار معك بعدين؟ كيف كانت خط الطريق مشان توصل للدوحة؟ أخذت ذهبت إلى عمان من أنقرة، ومن أنقرة جلست في الأردن تقريبا لمدة شهر. في الأردن يعني شفت فيها كل الأردن صراحة دولة جميلة جدا يعني، وكان فيها كشف فيها العرب اللي صراحة استمتعت بضيافتهم بكرمهم، ومن هناك يعني ضليت 50 يوم في الأردن إلى أن طلعت الفيزا المملكة العربية السعودية، ودخلت إلى المملكة العربية السعودية اللي كانت يعني تجربة جديدة بتاتا يعني مختلفة، رغم يعني قربها من الأردن إلا شعبها يعني له تقاليد خاصة له بعض أشياء، الحمد لله يعني استمتعت بضيافتهم هناك. وفي الطريق كلها يعني كان طريق صحراء كثير يعني مثل جنوب الأردن، والحمد لله كانوا صعوبات ريح كثير يعني يجي من الخليج العربي يأتي ريح كبير، والحمد لله وصلت إلى الدوحة قطر الخير يعني، وقطعت يومين من الحدود إلى هنا، وأنا الآن يعني مدة شهر وأنا أستمتع بالأجواء المونديال صراحة، اللي كل يوم كأنني جديد، كأنني أعيش يوم جديد هنا. هناك سؤال يسأل المشاهد في صباح العربية دائما، لما بتسافر هيك سفرات بتكون لحالك لوحدك؟ نعم. لما أكون سفرات هذه كنت في الحالة يعني صراحة، لكن بعض المرات في الطريق يعني تلتقي مع دراج يعمل معك 3 أيام أو 4 أيام، أو تروح لحالك يعني مدة 10 أيام من بعد أو تاني تلتقي مع دراج آخر يعني هناك تجارب كثيرة صعب يعني، هذا هو السفر يعني مش محدد لو تعيمت يعني تأطر وتحدد، ولكن يبقى دائما المفاجآت صراحة. بس كيفك يعني برضو هلأ الواحد يسافر لحاله حلو، بس هناك عقبات مثلا في مناطق نائية، كيف كنت تلاقي مكان تنام فيه المبيت؟ أنا كما قلت لك أنا أسافر لحالي، فلدي جميع المعدات لأبيت يعني لأنام لحالي، أنصب خيمتي لحالي يعني أطبخ لحالي يعني عندي جميع المعدات اللازمة لكي أمشي في أي مكان الحمد لله، ما دام وجود المياه ممكن
فالحياة ممكنة. يعني أنت روبنسون كروزو العرب نسميك؟ لا 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 والله صلاح الدين فقط، يعني يسوي رحلات ويسوي الأشياء اللي يحبها وفي ذا الجو السياحي ورياضي. شكرا صلاح الدين. مرحبا، شكرا صباح العربية.